مشاهدينا، وعن تراجع الملف النووي الإيراني والحديث عن عودة التصعيد بين إيران وأمريكا، معنا من لندن الكاتب السياسي طاهر الأحوازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. ما أسباب هذا التراجع في الملف النووي الإيراني لدى الإدارة الأمريكية؟ كيف تقرأ وضع الجيش الأمريكي قنابل خارقة على الطائرات؟ هل ستعود الأمور للتصعيد مجددا؟ هذا السلام مجددا لكم. بالنسبة للموضوع حقيقة هو حساس جدا بالنسبة للتحرك الإيراني الجديد بالمنطقة مع حلفائه التاريخيين، خلنا نعتبرهم وهم الروس والصين بعد عام 1979، ودخول الروس في المنطقة بشكل مباشر وتواجدها، أتصور أنه كانت العلاقة الأمريكية الإيرانية دائما بعد 2003 خاصة بتوتر مستمر حول الحفاظ على الكحكة، حقيقة خلينا نشوفها بالنسبة لما حصل بعد احتلال العراق وأيضا اجتياح سوريا، ولكن الظروف الحالية الذي أدت للخلافات حقيقة بين الولايات المتحدة خاصة الديمقراطيين بالذات والنظام الإيراني بعد أن حرب أوكرانيا ومشاركة النظام الإيراني بطائراته بشكل مباشر لمساندة روسيا، أتصور الظروف تغيرت أن تكون الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية حلفائها الاستراتيجيين الذي أصبحوا يبتعدون عنها مثل المملكة العربية السعودية مثل كثير من الدول الإقليمية، فأتصور اليوم أصبح الخطر الإيراني على الولايات المتحدة أكبر من ما كان، وأتصور التحرك الجديد الأمريكي تجاه الطائرات الاستراتيجية وغيرها، أتصور هي كلها من أجل مواجهة النظام الإيراني للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة، وخاصة أن نحن نسمع كثيرا يعني بالنسبة للتقارب الإيراني وتوسيع الدبلوماسية، طبعا هو دائما يتعامل بوجهين حقيقة النظام الإيراني وليس لديه وجه واحد. وفي هذا الإطار لماذا تتباطأ إدارة الرئيس الأمريكي بتطبيق قانون مصادرة أصول أموال النفط الإيرانية وسط مطالب من قبل النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي بتفعيله في ظل استغلال الحرس الثوري لهذه الأموال؟ صحيح، وهذا ما نعتبره أن نحن يعني هذا تحول استراتيجي، وعلينا أن نعود للتاريخ مع فارق الاختلاف بين ما كانت آنذاك الحكومة الوطنية العراقية والنظام الإيراني يعني بالعمل والصيغة للتعامل مع الأحداث الدولية. نحن شاهدنا كيف العراق ضمن بعد بالنهاية ثبت أن كل ما كان يتهم العراق الشقيق آنذاك كله كان مصطنع، ولكن اليوم النظام الإيراني يعلن عن كل هذه قدرات العسكرية وحتى النووية، ولكن نرى أنه في هذه الفترة يعني خلال 40 عام أكثر من 40 عام النظام الإيراني كانت الولايات المتحدة تداري مداراة من أجل أن يستمر بتوسعه بإرهابه، وأتصور هذه الحالة الجديدة هي ستكون بعد تماطل إيران بعد استمرار إيران بالإرهاب والتهديد. أتصور الآن وصلت المرحلة الجديدة لخنق إيران أكثر فأكثر، خاصة كما أتى في تقريركم أن كل هذه الثروات والأموال التي تحصل عليها إيران من ثروات الأحواز المحتلة وغيرها كلها تدخل في مصالح الحرس الإرهابي وتوسيع مشاريع العسكرية والنووية، وهذا كل حقيقة يعني لا تستفاد منه الولايات المتحدة مثل ما يعني تحدثت أنه يدخل بالمشروع الصيني الروسي الجديد. طيب، والتوسع في المنطقة. هنا كيف تقرأ دعوة خامنئي للرئيس الحالي في العراق عبد اللطيف رشيد بإنهاء الوجود الأمريكي هناك، وإلى أي مدى تحضر إيران وميليشياتها لتسخين الأجواء من جديد في العراق؟ طبعا هذا الأمر حساس جدا، وبالدرجة الأولى مسؤولية في الشعب العراقي حقيقة
نحن نشاهد منذ عام 2003 إلى يومنا هذا كيف الوضع الأمني والاقتصادي وأيضا حتى التواجد الإيراني على الأرض العراق الشقيق يعني أضر ب يعني مكانة العراق بشكل عام. ولكن بالنسبة للموضوع ما تعرضت حضرتك قضية مع الأسف ونقولها من جديد يعني الحكومات العراقية المتتالية يعني منذ عام 2003 هي كلها تساق من قبل النظام الإيراني، وأتصور لا فرق بين الرئيس العراقي اليوم وأمس. في الواقع هذا الأمر كله يعني تواجد إيران وتواجد النظام الإيراني وتسويق حقيقة السياسة الداخلية والخارجية للعراقية الحالية، وهذا ما أيضا سيضر بالشعب العراقي ويضر بالمصالح الإيرانية، وهي كلها نحن جميعا نعلم يعني. طيب بموازاة ذلك أستاذ طاهر، يعني مع الدعوة الموجهة للعراق لإنهاء الوجود الأمريكي، ماذا يعني قرار طهران إنشاء مساكن وبنى تحتية في الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران؟ ما خطورة ذلك على المنطقة في هذا الوقت بالتحديد؟ نعم، حقيقة النظام الإيراني هو أعلنها سابقا وتحدث عن مواقع عسكرية استراتيجية وجيوش خارج جغرافية ما تسمى إيران، يعني وتحدث بشكل مباشر عن القواعد والجيوش الذي تمثل يعني تمثلها الحشود الشعبية أو الإرهابية. هذه كلها هي إيران عملت هذه الأراضي، إن كانت الجزر الإماراتية أو الأحواز أو حتى دولنا العراق سوريا اليمن ولبنان، كلها قواعد عسكرية لمواجهة الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة خارج جغرافية ما تسمى إيران. حقيقة هذه القواعد بالجزر هي خطر تهديد رسمي، وأعلنتها إيران سابقا بالنسبة حتى للتطور الاقتصادي والصناعي في دول الخليج. قال نحن بإمكاننا خلال يعني أقل من 24 ساعة بإمكاننا نهدم كل هذه الدول وإمكاناتها الاقتصادية. فحقيقة النظام الإيراني عمره ما كان صادق لا مع الدول العربية ولا مع الدول الإسلامية، فأتصور الخطر الذي سيوجه لدول الخليج هو أخطر من كل زمان الذي مر به هذا النظام وترسانته العسكري. بالكلام عن الداخل الإيراني، إلى أي مدى يمكن أن يساهم دعم الداخل الإيراني في كبح جماح النظام الإيراني لا سيما مع الإضرابات الحاصلة في الأحواز العربية؟ بالتأكيد الأمر مهم، وإحنا علينا أن نتذكر ثورة 79 وخاصة الأحواز المحتلة بالتحديد عندما توقف العمل بشركات النفط بالموانئ الاستراتيجية كان في عبادان المحمرة آنذاك، وصولا إلى الموانئ في الخليج العربي الضفة الشرقية للأحواز، هي الذي أوقفت الماكنة الاقتصادية والماكنة الصناعية في عهد الشاه وأسقطت النظام، ولم يستمر آنذاك خلال ما يقارب العام أو أكثر من عام. حقيقة عندما نشاهد الاحتجاجات في الأحواز المحتلة حقيقة نعتبر أن خطوة كبيرة بالنسبة لسقوط هذه الدولة ونظامها الإرهابي. هناك تستمر هذه الاحتجاجات، وحقيقة النظام الإيراني ليس لديه حلول. شكرا لكم من لندن الكاتب السياسي طاهر الأحوازي على وجودكم معنا.